مساء الخير. طقس مستقر رح يسيطر على أجواءنا طيلة هالأسبوع. لبكرة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع عكار و19 درجة، 21 درجة بطرابلس، 22 بالعاصمة بيروت وأيضا بصور. ننتقل إلى بعلبك مع 14 درجة، 9 باللقلوق، 15 بزحلة وأيضا بجزين. نسبة الرطوبة عم بتسجل أقصاها على السواحل 70%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم بتسجل سرعتها 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهيدة. كيف رح بكفي طقسنا للايام اللي جايه؟ مثل ما ذكرنا لبكره جونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، درجات الحراره عم تسجل 22 درجه، وبتستقر درجات الحراره على 22 درجه لغايه نهار الخميس، وبتبقى اجواءنا صافيه ومستقره. هون بنوصل لختام نشرتنا، لقونا بكره بنشره جديده. تصبحوا على الف خير.